أهلا بكم، أهلا بكم كل أعزائي المشاهدين وكل أعزائي المتابعين. أهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي. أنا حقيقي يعني متحير جدا، وطبعا لما برضو اللي هتشوفوه ده هتبقوا في نفس الحيرة اللي أنا فيها. هو في إيه يا جماعة؟ هو خلاص فجأة بقت حياتنا كلها زلازل، ولا نرجع تاني لنظرية المؤامرة ونقول ان في سلاح غريب بيستخدم لإلهاء العالم والشعوب، ولا في غضب على الأرض؟ فخلاص بقى هنبدأ نشوف الكوارث الحقيقية اللي بنسمع عنها في أفلام الرعب وأفلام الخيال العلمي، ولا في إيه الفترة دي؟ وأنا رجعت للسنوات الماضية في الحاجات الوثائقية علشان اشوف هل فعلا كان في كمية زلازل رهيبة واحنا ما بنشوفهاش. لقيت لا طبعا، زلازل منذ الازل، ولكن كان دايما الزلازل كلها هزات ارضية، اتنين تلاتة اتنين تلاتة، فما حدش على النطاق مثلا الاعلامي او على المواقع او على الجرائد بيكتبها، لانها الذات لم لا يشعر بها احد. ولكن هذا العام ومنذ فبراير الماضي فقط فعلا نشاط غير عادي في ارقام ما بنسمعهاش، بالذات هذا الاسبوع من اول فبراير ارقام 7 دي ما سمعناهاش نهائي، غير لما حدث في تركيا يوم 6 فبراير. ولكن اليوم كمية هزات متتالية، سلسلة هزات متتالية، 6.5، 6.9، 7 درجات، حتى تركيا برضو كمية هزات متتالية ورا بعض. فهل بعد تحقق تنبؤات هذا الرجل الهولندي اللي أكد إن من 1 أبريل لغاية 6 أبريل هتبقى فيه هزات غير عادية موجودة ونشاط زلزالي في مناطق مختلفة، يعني هو كتب السيناريو بالحرف المرة دي، فهل هذه خديعة أم هل هذا غضب حقيقي من الله، أم هذا يعني وراه سلاح معين في شيء؟ والراجل ده بيجيب التنبؤات دي بالظبط ازاي؟ برضو مش عارفين. وهنا بعد تحقق تنبؤاته منذ ساعات، وهتشوفوا فعلا احنا ورنا لكم الخرائط الزلزالية كتير، هتشوفوا المرة دي غريبة جدا. بعد تحقق تنبؤاته منذ ساعات، توقعات مرعبة تضرب من جديد وسلسلة زلزالية متتالية. النهاردة انا بكلمكم مساء يوم 3 ابريل، اللي هو يوم الاثنين 3 ابريل مساء، واحنا كنا جبنا فيديو الصبح بدري وورينا ان في حبة زلازل كانت حصلت، ولكن النهاردة بعد فطار رمضان على الساعة 8 ابتدينا دلوقتي، انا بكلمكم بالظبط الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة يوم الاثنين 3 ابريل. خلينا احسن نشوف التقارير اللي موجودة والاخبار اللي معانا، ودايما برضو نقول اللهم نستودعك الارض ومن عليها، اللهم نستودعك كل شعوب العالم الابرياء. وما تنساش اللايك والاعجاب للفيديو، ما تنساش نشر الفيديو ومشاركته مع الاخرين، ما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، هتدوس على الزر تحت الفيديو مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب. يلا بينا نشوف اول خبر معانا بيقول ايه. انا اسف، عايزين بقى نبص على هذه الخريطة وتتمعن فيها. احنا امبارح الدنيا كانت مقلوبة عشان هذا الدايرة الكبيرة، يعني انا لو كبرت لك بس كده هتشوف الدوائر الكبيرة دي الزلازل اللي بتحدث في تركيا، ودي ده زلزال في ايران برضو 3 ابريل، يعني ايران داخلة في زلازل كل يوم زلزال او اتنين دلوقتي، وده 3-4 الساعة 6-5 مساء، 6-5 مساء، ودي ايران. وهنا في تركيا زلزال 4.3 برضو 3 ابريل، ودي زلزال جه دلوقتي حالا 3 ابريل الساعة 5:45 مساء
او 6 الا ربع مساء. هنا بقى يا جماعة شايفين ادي الزلازل دي 4 و3 ودي 4 و3، لكن هنا جه الزلزال دوت كان بالامس، بصوا منظره كبير قد ايه، وده كان في غينيا الجديدة وكان ب7 وهو في الاخر كان 7.4 من 10. فاحنا قلنا ايه المنظر الغريب ده، جه النهاردة بقى ما ترون هذا، هذا زلزال بصوا ضخم 6.1 من 10 في اندونيسيا، وده لسه حادث الساعة 5 مساء يوم 3 ابريل 2023 يوم الاثنين، راح جاي بعديه زلزال ضخم تاني برضو بقوة 5.5 من 10. جه زلزال بقى غريب جدا في روسيا وشرق روسيا 3 ابريل بقوة 6.5 درجة، هو برضو قالوه بعد كده 6، وكل اللي بيجي تحت ده يا جماعة كده زلزال جديد برضو جه، هو قالوا 6.9 من 10 بعد كده، وده في شرق روسيا والساعة 5 مساء. وتلاقوا كمية الزلازل اللي موجودة يا جماعة في أمريكا وأمريكا الجنوبية، الكلام ده ما كانش بيحدث قبل ذلك، كمية الزلازل الضخمة كمان ما كانتش بتحدث بالطريقة دي. وهنا زلزال في السلفادور 5 درجة برضو 3 أبريل يوم الاثنين الساعة 2:30 الظهر. ففي شيء غريب والخريطة قدامك اهي، تحس ان في وادي زلزال تاني تحت دلوقتي ده بقوة 5.1 من 10 في ايسلندا 3 ابريل الساعة 7:45 مساء. خمسة وستة وسبعة والكمية دي كلها والمنظر باين الدوائر الكبيرة دي، فاذا في شيء وزلزال داخل بقى مش على قبالة روسيا او شرق روسيا، زلزال جوه روسيا 4.2 من 10 في وسط روسيا يوم 3 ابريل اهو، ده كان الساعة 9 مساء، سوري 9 صباحا. ففي شيء، والكلام اللي قاله الراجل الهولندي شيء غريب، واللي بيحدث في الامريكتين او في قارة امريكا برضو شيء غريب ما كانش بيحدث بهذه الكثرة ابدا. وارجعوا لكل الحاجات الوثائقية، بصوا كمية الزلازل دي كلها ما كانش بيحدث هذا قبل كده بهذا المنظر او بهذه الطريقة. فيلا نشوف التقارير اللي معانا علشان نفهم ايه اللي بيحدث. اول حاجة هنا كان يوم الاثنين 3 ابريل زلزال يضرب ملاطيا التركية وهذه قوته، وهنا وقع زلزال بقوة 4.3 من 10 درجة يوم الاثنين 3 ابريل في ولاية ملاطيا جنوب تركيا ومركزه منطقة دوغان شهير. طيب ده اللي حصل النهاردة في تركيا. هنا زلزال ثاني يضرب جنوبي تركيا خلال ساعات، يعني بعد الاربعة وثلاثة من عشرة جه زلزال تاني يوم الاثنين برضو 3 ابريل 2023، ووقع الزلزال عند الساعة 3:44 او 4 الا ربع بالتوقيت تركيا، يعني عندنا تقريبا الساعة 6 الا ربع، يعني بنضيف ساعتين تقريبا بحسب موقع ادارة الكوارث والطوارئ التركية. ووفقا للمركز وقع في منطقة دوغان شهير وعلى عمق 10 كيلو متر، ويأتي هذا الزلزال بعد ساعات من اخر المنطقة نفسها وبلغت قوته 4.3 من 10 برضو، يعني زلزالين في نفس المنطقة، واحد 4.2 من 10 ده من قيمة ساعة تقريبا، وواحد كان في الظهر 4.3 من 10 كان في وقت الظهيرة. فهنا زلزال تاني يوم الاثنين 3 ابريل. لو فتحنا هنا هنلاقي في عدة زلازل مش مذكورة لانها 3.1 من 10، يعني ده في سنترال تركيا او في وسط تركيا سوري كان 3.7 من 10 اهو برضو 3 ابريل، وده كان الساعة 4 او الساعة 4 بتوقيت تركيا 3 ابريل سنترال تركيا 3.7 من 10، وادي التاريخ برضو
3 أبريل 2023 الساعة 4:15 سنترال تركيا، وده ما حدش اتكلم عليه على أساس أنه أقل من 4 لكن 3.7. فكان عدة زلازل كبيرة في تركيا اليوم، ومش فاهمين ايه اللي عمل نشاط زلزالي غريب، زلزالين ورا بعض 4.3، واحد قبلهم 3.7. هنا بيقولوا بعد تحقق تنبؤاته منذ ساعات، توقعات العالم الهولندي المرعبة تضرب من جديد، وفي كلام بقى هيقوله ويحذر منه، ودي في جريدة العربية والتاريخ 3 أبريل 2023، وهيتكلموا على الزلازل اللي ضربت منذ ساعات كتيرة. قبل بس ما نشوف هذا التقرير، وهنا برضو ربطوا باكتمال القمر، ده احنا جبناها مبارح، عن بيتكلم عن 6 أبريل ان القمر هيبقى اكتمل وهتبقى فيه كارثة، هو بيقول كده. وهنا زلزال يوم الاثنين، وده برضو اللي كان بقوة 6.9، هم قالوا عليه بقوة 7 درجات ريختر في بحيرات تشامبري في بابوا غينيا، وبابوا غينيا الجديدة احنا جبنا كان فيها زلزال امبارح ب7.4. وهنا ده التاريخ يوم الاثنين 3 أبريل، هنا زلزال بقوة 6.9 يضرب الشرق الأقصى الروسي، ونجيب التاريخ عشان نأكد، 3 أبريل 2023 الساعة 6:15 مساء، اللي احنا قلنا كان ظاهر بقوة 6.5، فهم عدلوا فعلا وقالوا 6.9 في الشرق الروسي، وضرب زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر الشرق الروسي اليوم الاثنين، وما فيش انباء حتى الان عن ايه اللي حصل. هنا كمان زلزال بقوة 6.1 يضرب قبالة جزيرة سومطرة الاندونيسية، اللي هي الزلازل المدورة الكبيرة دي كلها 6.1 في اندونيسيا او قدام سومطرة الاندونيسية. واعلنت هيئة المسح الجيولوجي الامريكية عن وقوع زلزال 6.1 يضرب قبالة جزيرة سومطرة الاندونيسية اليوم الاثنين 3 أبريل 2023. وهنا برضو زلزال بقوة 6.2، ده تأكيدا لخبر اندونيسيا، يضرب اندونيسيا الاثنين 3 أبريل الساعة 5:15 بالضبط مساء، وهيبقى نفس الكلام، هنا قايلين 6.2 وهنا قايلين 6.2 برضو. فالنهاردة كان نشاط غريب، ونشاط كله بقى ايه، بقت كلمة 6 دي حاجة عادية جدا، اكن يعني زلزال عادي، مع ان 6 دي زلزال مدمر، يعني الزلزال اللي جه في مصر سنة 92 اللي دمر منازل كتيرة ودمر حاجات كتيرة ومدارس كتيرة واماكن كتيرة كان 6.2، ويعني ده كان بالنسبة لنا اقوى زلزال حدث في مصر، وان شاء الله يا رب ما يحدث في اي دولة تاني ابدا وكده. ولكن هنا بقت 6.7 بقت كلام عادي. وتاني برضو الخبير الهولندي يثير ذعرا جديدا، زلزال كبير يوم 6 أبريل. ونقرأ تقرير العربية بعد تحقق تنبؤاته منذ ساعات، توقعات العالم الهولندي المرعبة تضرب من جديد، ضربت عدة زلازل مناطق مختلفة من العالم خلال اليومين الماضيين، منها القوي ومنها الضعيف، ضربت عدة زلازل مناطق مختلفة من العالم، اخرها الزلزال الذي بلغ قوته 6.9. طبعا التقرير ده مكتوب الساعة 3، ما جابوش بقى الزلازل اللي حدثت كمان بعد الساعة 3، بلغت قوته 6.9 ومنطقة بالقرب الساحل الشرقي لروسيا اليوم الاثنين، واقواها الزلزال العنيف اللي بلغت قوته 7 درجات وضربت غرب بابوا غينيا الجديدة اللي هو 7.4 كمان يا جماعة مش 7 بس، وسبقت هذين الزلزالين هزة ارضية في تركيا بقوة 4.2، وقبلها ضرب زلزالين منطقة شمال البحر الميت اللي هي كان في الأردن 3.2، غير بقى اللي ضربوا الاثنين اللي ورا بعض في تركيا النهاردة. بعد كتابة هذا المقال حدث تركيا زلزالين كمان ورا بعض. وكان عالم الزلازل الهولندي فرانك قد أعاد التغريد فجر الأحد بتغريدة للهيئة الجيولوجية، جاء فيها هناك احتمال حدوث هزة أقوى خلال الـ 24 ساعة القادمة على الأرجح، منخفضة إلى متوسطة 6 درجات، والمناطق المرشحة
تشمل منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى. وبعد ما قال ده حدث النهاردة فعلا في نفس المنطقة نفس الزلازل اللي قال عليها وبقوة 6، ومع تكرار الزلازل سواء القوي منها أو الضعيف ربط أشخاص عدة ما يحدث من أنشطة زلزالية على الأرض بتوقعات عالم الزلازل الهولندي المتتالية واللي تنبأ بها، إلا أن توقعاته الأخيرة التي أشار فيها إلى اكتمال القمر هي التي تثير الجدل والرعب حول العالم. ومش احنا بس يا جماعة المهتمين، انت افتح كل المواقع الأمريكية وافتح كل المواقع الروسية وافتح كل المواقع الأوروبية هتلاقيهم زينا بالظبط مهتمين جدا بموضوع الزلازل، وكله قاعد برضو ان خلال اكتمال القمر يوم 6 ابريل انه هو متوقع في 6 ابريل تحصل فيه كارثة كبيرة، والخوف على موضوع زلزال اسطنبول او زلزال مرمرة، لانه ان لم يحدث الايام دي لازم يحدث. من خبراء كتير قالوا ان في فجوة كبيرة وصدع كبير لازم يمتلئ، فيحصل هيحصل. فالخوف ان يكون في موضوع اكتمال القمر ده هو تأثيره على الهزة، لأن بيقولك هندسة كوكبية حرجة مع اكتمال القمر يوم 6 أبريل وإحنا اتكلمنا عليه. ولكن ليه تاني اتفتح تاني الموضوع؟ بسبب اللي حصل النهاردة، ما حصلش يوم يبقى فيه زلازل بكميات كبيرة كده 6 6 و7 و7 و4 بالطريقة دي في يوم واحد في أماكن مختلفة. فإذا في تأثير مش عارفينه، في حاجة مش عارفينها، وهنا ده من يوم 31 وهو بيقول على الايام دي، وافتح الفيديو بتاعه ترجمه هتلاقي كأنه قايل الايام بسيناريو مكتوب، وده اللي خلاني انا نفسي متحير. يعني هو اصلا ما فيش حاجة تتكتب بالطريقة دي ويتقال بالحرف، يوم 2 هيحصل كذا ويوم 3 هيحصل كذا ويوم، ففي حاجة غريبة بالنسبة لهذا الرجل. هل هذا تاني نرجع للمؤامرة وفي سلاح معين بيجرب ولا بيتعمل ولا بيأثر في الكهرومغناطيسية للأرض عشان يحدث هذا الزلازل، وهو تبع جهاز معين يبعته يقول الكلام؟ ما انت في شيء غريب، والله هو الأعلى والأعلم لغاية ما ربنا يكشف لنا حقيقة ما يحدث، أو يكون غضب إلهي يبقى خلاص كده إحنا هنبدأ في مرحلة الكوارث اللي هتبدأ تنهي البشرية، زي ما حصل في الطوفان لما البشرية خلاص أغضبت الله بكل الطرق ومنفعش معاها أي حاجة، فاتعمل طوفان على الأرض وبقت جيل جديد من البشرية زي ما حدث. فالله اعلم، طبعا احنا ما نقدرش نجزم في حاجة زي كده، ولكن اللي اقدر اجزم فيه ان احنا بعدنا كتير عن الله سبحانه وتعالى، وبعدنا عن كل شيء كويس. فدايما نقول اللهم نستودعك الارض ومن عليها، اللهم نستودعك كل شعوب العالم الابرياء ومنهم، اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا. يا ريت يا جماعه تقولوا ما تخليش شيطانك يوقفك، فعلا مش هتخسر حاجه لو كتبت هذا الدعاء. بتمنى لحضراتكم كل يعني البعد عن اي مصيبة او اي كارثة تحصل. ان شاء الله ربنا يحفظكم ويحفظ حضراتكم ويحفظنا جميعا، وان شاء الله يعني نستودع الله كل دولنا واولادنا وعائلتنا ويكون خير على الجميع. هنفضل نتابع يا جماعة وهننزل لحضراتكم الاخبار لحظة بلحظة، وما تنساش طبعا ان انت تعمل لايك والاعجاب، الاشتراك في القناة، شارك الفيديو مع الآخرين وانشره عشان تعم الفائدة. شكرا لحضراتكم، أترككم في رعاية الله وأمنه، انتظروني في الفيديوهات القادمة، والسلام ختام على الجميع.